السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شاهد مواطن فلسطيني يرد على من يقول ماذا قدمت الجزائر لفلسطين. تابعوا معنا هذا الفيديو. الجزائر ماذا عملت فلسطين؟ الجزائر على التيك توك، الجزائر الجزائر الجزائر، بطل في عندكم شيء ضغطكم غير الجزائر. انتوا ليش مضغوطين من حبنا للجزائر؟ من حب الجزائر لله احنا فلسطينيين، بس لانه هن مش خونة وما عندهم سفارات لهوليك ومش مطبعين. نحن والجزائر في شيء بيربطنا كبير، صعب عليكم والله، صعب عليكم يا اخوانا، صعب عليكم تكونوا مثلنا، صعب علينا احنا الفلسطينيين نحبكم مثل ما بنحب الجزائر. الجزائريين من ارجل الشعوب بالعالم، من اطيب الناس. الجزائر ضحوا ملايين الشهداء، كثير اميات بكيت اولادها بالجزائر، مثل ما في اميات عنا بفلسطين بكيت على اولادها وعلى شهداء. الجزائر قدمت 18 شهيد من جمعية البركة الجزائرية اللي بتشتغل على الارض بفلسطين، على الارض جمعية الجزائر البركة الجزائرية بفلسطين بغزة على الارض بتشتغل، مش على التيك توك بتساعد 4 شهداء اول المعركة. الجزائر من اول بلشت الثورة بفلسطين وهي واقفة مع فلسطين، اول بلد دعمت فلسطين هي الجزائر. لسه طالعين اللي بتحكوا على الجزائر، بتجي لك بلد بالخليج بتطلعش قرية بالجزائر لخدت الجزائر. قولكم بس بدكم تحكوا عن الجزائر بتكون الطاهر، ولسانكم لسانكم دي يكون طاهر. بدك تكون انسان شريف نظيف عم تحكي عن مكة المسلمين وقبلة الاحرار هي الجزائر. بالنسبة لي انا كفلسطين صدقوني، بالنسبة للمساعدات اللي انتو عم تحكوا بتقولوا عنا جزائر ما ساعدت فلسطين، جزائر ما عملت شيء لفلسطين، جزائر كذا، التيك توك كله قايم على الجزائر. انا هذا الفيديو مش عشان ابرر لكم، هذا فيديو شكر خاص لاخواتي الجزائريين، وقد ما بحكي الفيديو ما بيخلص، كل ما انزل الفيديو عم يحذفوه، ما بيأثر، حضل انزل للجزائريين. شوف المساعدات على الارض من الجزائريين، غير الشهداء غير الشباب اللي راحت غير اللي قدموه. بس بدك تحكي عن الجزائر بدك تكون طاهر زي ما قلت لك، ما بدي يكون عندك سفارات ومطبع وعندك علاقات مع هوليك. يكفي ان الجزائر منا مطبعة، ما عندها سفارات لهوليك، ما باعت فلسطين وعم بتساعد فلسطين لهلا. شاهد نشكر جمعية الجزائر على تسليم الملابس، الحمد لله يعني جابوا لنا الأغراض للأولاد، مش عندهم ملابس ولا عندهم أواعي كاملة، الحمد لله قضينا حاجتنا لهالولاد وبارك الله فيك وعلى دعمكم، نشكركم دائما. احنا من الشعب الفلسطيني بنشكر الشعب الجزائري على الجهود الجباره في كسوة إخوة إسرائيل المواطنين من غزة، شكرا لجميع البركة ووطن الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا اليوم الثالث للتهدئة وفي اليوم 51 للعدوان، جمعية البركة والشراكة مع جمع الشروق تقوم الآن بعمل المئات من القسائم الشرائية للكسوة الأسر الذين هدمت. في مساعدات كثير، مساعدات الجزائر من أول بلد دعمت فلسطين بالدعم العسكري، يعني بالدعم المادي. 30 مليون دولار جزائر قمرت مخيم جنين كله الجزائر. شو بتعرفوا عن الجزائر انت؟ صرت بتلاقي واحد هلا عمره 20 سنة فتح لي لايف وجيست عمل لي وعم يحكي عن الجزائر بس عشان يكبر اللايف عنده، عشان الجزائر شو عملت لفلسطين، الجزائر شو قدمت لفلسطين.
ولك يا صوص يا صوص، روح عبوط الماما انت واقعد بحضنا. ملايين الشهداء مقدمين، نحن جزائرية وفلسطينية، بقي واحد من هدول ابو عقال ابو لفة جاي بده يحكي علينا. جزائريين اكلين هم اهلنا فلسطين، عم بيقدموا لهم ملابس، عم بيقدموا لهم ثياب، عم بيقدموا لهم مساعدات. 14 تريلا بعثونا هيئة علماء المسلمين، وقفونا على حدود معبر رفح المصريين. شو عملوا فيهم؟ اخذوهم لإلهم، ما بعرف. كنت اسألوا المصريين وين المساعدات. حب كبير للجزائر، اهلنا واخواتنا، بنحبكم، يسعد دينكم. اذا بتشق شريان من عندي انا بينزل لك دم جزائري، مش رح تحاولوا تفرقوا بيناتنا، مش رح تقدروا والله.